أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ الإرادة والمشيئة بمعنى واحد، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل لكن يقول: المشيئة لا تكون إلا كونية، وأما الإرادة فتكون كونية وتكون شرعية، والإرادة الكونية ترادف المشيئة. لاحظوا هذا، الإرادة الكونية ترادف المشيئة ولا ترادف المشيئة ولا ترادف الإرادة الشرعية، لأنه ليس هناك مشيئة شرعية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.